عيد الأم مش كفاية يكون يوم واحد في السنة، وعندنا في مصر ستات بتشقى بجد عشان تفتح بيوت. عشان كده قررنا النهاردة ننزل نكرمهم ولو بجزء بسيط جدا من اللي يستحقوه. اسمي أم مصطفى. أم مصطفى، قوليلي انتي شغلك، انتي اللي انتي عاملة مشروع علشان انتي تكسبي او يعني بتستغلي وقتك، ولا ان انتي بتساعدي ولادك؟ لا، كمساعدة طبعا، مساعدة. قوليلي عندك ولاد قد ايه وجوزك معاكي؟ تعليم ولادها معايا ما شاء الله ست. قوليلي كده عمر معايا والحمد لله يعني بنساعد بعضين. جوزك بيشتغل ايه؟ بيشتغل يعني في معدية كده، يعني معدية بسيطة كده في المعصر. يعني بيساعدك في المصاريف؟ ايوه بيساعد طبعا، انا بساعد معاه، يعني احنا بنساعد بعضين عادي. وولادك بيساعدوكي؟ اولادي في التعليم. اكبرهم سنهم قد ايه؟ انا معايا في كلية وثانوي، ومعايا في اعدادي وابتدائي. ولاد وبنات ولا؟ ولاد وبنات. طيب الكبير بيساعدك؟ لا، هو الكبير حاليا في الجيش، هو خلص كليته وفي الجيش. طيب اللي بعدهم يعني حد بيساعدك في البيت في الشغل؟ انا يعني بيحاولوا على قد ما يقدروا، ان هو يعني حاجات بسيطه اللي بيحاولوا يساعدوني فيها. طيب انت متعلمه صح؟ طيب معاكي ايه؟ معايا دبلوم تجاره. طب قولي لي ليه ما شفتيش مثلا شغلانه تانية في شركه مثلا، او في حاجه في وظيفه تانية؟ مش فرصه ان انا اشتغل في حته تانية. طب بسبب ايه؟ يعني انا في ارياف، وبعدين انا اتجوزت والعيال كانت معايا، فحماتي كانت بتيجي انا بقيت اساعدها، فحماتي بطلت بقى انا بقيت اجي لوحدي. يا بتخلصي شغلك الساعه كام؟ يعني قبل المغرب بالمغرب. وبتساعدي، بتروحي البيت بقى بتساعدي ولادك في المذاكره؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ طبعا الحمد لله. اي ما بواجبي برضه هنا وهنا، يعني ما اثرش فينا يعني عملت هنا ما اثرش هنا. قولي لي طيب انت نفسك في ايه؟ انا نفسي ولادي يبقوا كويسين، احسن حاجه ان هم يبقوا متعلمين ويمسكوا وظايف حلوه ويتجوزوا كده، ونقدر ان احنا نقوم بواجبنا احنا ناحيتهم يعني. يا رب ان شاء الله. طيب موقع هير نيوز بيقدم لك هديه بمناسبه عيد الام، تمام؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب، ويعد عليكم بخير يا رب، ربنا يسترها معاكم ويقويكم. سلام. اول حياتي يما قدرت فيكي، شلتني بايديكي، ولما قلت شلتني في عليكي. اسمك ايه يا حاج؟ اسمي ام احمد. ام احمد، انت بقالك هنا كام سنه؟ انا بقالي بتاع 20 سنه هنا. عندك اولاد؟ معايا 4. طيب قولي لي انت بدات ان انت تشتغلي في مشروعك، المشروع السمك ده، يعني كان ان انت عشان تساعدي ولادك، ولا انت حابه المجال، ولا انت توفي؟ طيب هل في معاش، في حاجه تسند؟ طب شايفه ان الدخل اللي جاي لك من الشغل ده يكفي؟ الحمد لله. طيب وولادك هل هم في مدرسه ولا لا؟ لا، في مدرسه بس ثالثه اعدادي. بالنسبه لولادك حد مره في عيد ام جاب لك هديه؟ جاب لي دب، جاب لي عبايه. طيب هو موقع هير نيوز مقدم لك هديه، كل سنه وانت طيب. طيب يا حبيبي. ولما قلت شلتني في عليكي. انا جيت هنا مسكت عماره الاول، فلما لقيت العماره يعني المرتب بتاعها مش مكفيني، قلت ابيع جبنه وزبده وبيض عشان امشي يعني الامور مع بعضيهم. وجوزك معاكي؟ معايا. وعندك اولاد؟ معايا 3، يوسف وحمزه وعلي. اكبرهم بقى مين؟ يوسف. عنده كام سنه؟ عنده 11 سنه. هل ولادك؟ عنده 4، حمزه عنده 4، وعلي عنده 2 وشهرين. تمام. هل بيساعدوكي مثلا ان هم بيطلعوا معاكي الحاجه، بيقفوا معاكي؟ ده لسه صغيرين حمزه وعلي. انا بعلمهم اصلا، مش بخليهم يقفوا معايا، انا بحب اعلمهم. يعني هم بيروحوا المدرسه؟ حمزه بوديه الحضانه ويوسف في المدرسه. تمام. طيب لو انت في ايام بيجي عليكي ان انت بتقعدي في البيت مثلا ما بتطلعيش، هل بيبقى في مشكله مثلا، ازمه ماليه ماديه، انه بيبقى في مشكله في الفلوس عامه؟ لا، احنا عامه بنقول الحمد لله يعني. يعني جوزك بيساعدك؟ طبعا، هو بيشتغل. طيب تمام. طيب قولي لي هل انت اصلا اللي يعني حبيتي المشروع ده وفكرتي فيه؟ انا اللي فكرت فيه وقلت يعني اساعد مع جوزي.
حابه ان انا اعلمهم وحافظه ان هم لازم يتعلموا ان شاء الله يعني، ربنا يبارك لي فيهم. طيب هي هيري نيوز النهارده جاي حابه انها تقدم لك هديه بمناسبه عيد الام، وكل سنه وانت طيب. خليكم وانتم طيبين، يا رب يخليكم ويبارك فيكم. ميرسي. اتفضلي. ماشي يا ستي. طيبه. طيبه وانتم طيبين جميعا. طيب عندك اولاد وزوجك معاكي؟ ايوه. كام ولد؟ معايا اربعه. اكبرهم؟ معايا ولدين وبنتين. عندهم قد ايه؟ واحد عنده 16 سنه وواحده عندها 19 سنه وواحده عندها 10 12 سنه. كبار بيساعدوكي في البيت وفي الشغل؟ لا معيش حد بيساعدني ولا حاجه. بتاعنا بس انا وهو. يعني جوزك هو معاكي ان هو بيشتغل معاكي؟ طب قولي لي ايه المشاكل اللي بتواجهك في الشغل من الصنايعيه، من تجار، من الناس اللي بتتعاملي معاه؟ انا بتعاملش مع التجار على فكره عشان ما بعرفش اجيب حاجه، هو اللي بيتعامل مع التجار. بتبيعي وبتشتري ولا في حد هو اللي بيتعامل معاه؟ لا انا لما اكون واقفه شويه في المحل انا اللي بتعامل مع الناس هنا، انا يعني اللي ببيع واشتري لما اكون واقفه، لما اكون هو مش فاضي انا بقى في مكانه اربعه وبعد كده بروح. بتعملي ايه بعد؟ بعمل شرب، بعمل الاكل طبعا، بروح البيت على الاكل والشرب. طيب هل مكفياكي مكفيه ان انت تعرفي ان انت تصرفي على البيت و شايفه؟ ما هي مش مزاده عشان خاطر زي ما انت شايفه، دي شايفه محل، محل مش مليان بضاعه، دي شايفه لازم لو في هيروح يجيب اكتر ويساعد، لكن ما فيش احنا ماشيين على قدنا. طب قولي لي يا ست اسماء انت ايه الاحلام اللي انت نفسك تحققيها؟ انا نفسي صراحه يعني ان واحد المحل يتملى بضاعه وجوزي يبقى معاه بضاعه هنا عشان يشتغل، واعرف اصرف على عيالي وما احتاجش لحد عشان هو اصلا ارزقي. موقع هير نيوز بتقدم لك النهارده هدايا بمناسبه عيد الام، كل سنه وانت طيب. طيبه بالصحه والسلام. كل سنه وانت طيب يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبين. كبرتي يما وانت سنداني حتى في نهايتي يما مش مفرقاني، يوم القيامه اتناديت بيكي اول حياتي يما قدرت. هير نيوز أخبارها كلها عندنا.